أيام تفصلنا عن العام الجديد، وما زالت عيون المحتجين ترنو إلى التغيير والإصلاح الذي يطالبون به، وهم مصرون على مواصلة انتفاضتهم حتى تحقيق ما يعتقدونه مطلبا مشروعا، ومنها رئيس وزراء مستقل يقود العراق إلى بر الأمان. أمنيات العراقيون الإصلاحية عبروا بها بوابة العام الجديد على أمل أن تتحقق في وقت قريب. الشعب يريد غير من غير الأحزاب، عمي احنا نريد مستقيل لا حزب، زين، وهاي بساعة التحرير كلها ترى تجي أزيد بعد. آخرون قالوا أنهم يطالبون برئيس وزراء يخدم البلاد ويقودها إلى بر الأمان. مطالبنا واضحة، أنتم هذا نظامكم ما نريده، نريد حل برلمانكم، نريد تشكيل انتخابات جديدة، محاصصة ما نريده، نريد تعديل الدستور، أحزاب ما نريد، مو كل من يشتغل بكيفه، والله انت تجيني تحط له رئيس وزراء يتفق عليه فلان ويتفق عليه فلان ويتفق عليه فلان ويخلوه، لا، رئيس الوزراء ينتخب من قبل الشعب. بعيدا عن الاحزاب ما اريد اي رئيس وزراء من الاحزاب. اي رئيس وزراء ما اريد احزاب، اريد واحد مستقيل يخدم الشعب يخدم الوطن. مطالب المتظاهرين ليست تعجيزية، فهم يطمحون بدستور لا تقبل بنوده أكثر من تفسير، وبالتالي لا يمكن لأحد خرقه بحجة تضارب التفسيرات حول هذه المادة أو تلك، ورئيس وزراء يمثلهم جميعا، وكلها أمنيات ستتحقق بإصرارهم.